نقول ترتيلة مع بعض، نقول يا سيد اسمع. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي ولا تبطئ، يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي ولا تبطئ. بإيد مرفوعة عليك وقلوب تصرخ إليك، أرجوك ربي تجيب لا يخدع منتظريك. بإيد مرفوعة عليك وقلوب تصرخ إليك، أرجوك ربي تجيب لا يخدع منتظريك. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي ولا تبطل. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي ولا تبطل. يا إله المساكين، احكم للمظلومين، وانعم لينا حتى بفتات خبز البنين. يا إله المساكين، احكم للمظلومين، وانعم لينا حتى بفتات خبز البنين. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي ولا تبطل. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي ولا تبطل. عن لك يا إلهنا بعيون مليانة دموع، البر لك وحدك ولنا خزي الوجوه. راجعين لك يا إلهنا بعيون مليانة دموع، البر لك وحدك ولنا خزي الوجوه. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي ولا تبطل. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي ولا تبطل. فوق كل عالي عالي يا رب الجنود، الحرب لك يا إلهنا والغلبة بك يا يسوع. فوق كل عالي عالي يا رب الجنود، الحرب لك يا إلهنا والغلبة بك يا يسوع. يا سيد اغفر، يا سيد اصغي ولا تبطل. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد اصغي ولا تبطل. سؤال: ازاي نقدر نشجع ولادنا وخصوصا البنات من التقرب من الكنيسة والصلاة المسيحية الأرثوذكسية في بلاد المهجر؟ تحديات كتيرة وجاية من كل ناحية. بص حبايبي، انتوا في استراليا عموما عندكم خدمة شباب متميزة فعلا، يعني ربنا يقوي آبائنا الكهنة القديسين اللي بيتعبوا ويساعدوا كل الخدام. خدمة الشباب عموما حتى في مصر خدمة مش سهلة، لأنه الإغراءات كتيرة قوي، الميديا بقت شادة الشباب بزيادة قوي، كمان الشباب مشدود لأفكار إلحاد وأفكار إباحية وأفكار طائفية، فمتمزع من كذا اتجاه كده. وبصراحة البيوت كمان مش دايما مساعدانا، يعني في بيوت قوية فمطلع شاب 10 سنين حلو مغروس في الكنيسة، فده خدمته سهلة في الكنيسة. إنما لما بيت يكون ما اشتغلش روحيا كويس، الشاب 10 سنين اللي داخل بقى على عز الشباب ده ما اتخدمش كويس في بيته، فده مش مغروس كويس، فده في بيته فيه لخبطة، فيه غضب، فيه كذب، فيه فهو ده معطله انه يدخل في الكنيسة بقلبه قوي. فالبيوت عليها دور، لازم في السنوات الأولى تساعد قوي معانا. الكنيسة عليها دور انها
تتفنن في خدمة الشباب، تعمل برامج تستوعب الشباب، تخاطب الشباب بلغتهم، نستخدم في خدمة الشباب شباب زيهم منهم، نسمعهم كويس، نوسع قلبنا في احتوائهم، نسمح لهم بأنشطة كتيرة قوي جوه الكنيسة، عشان جوه الكنيسة برضو أهدى شوية من جو العالم، حتى لو كان شوية فنون وشوية رياضة. طب وماله؟ بس إيه، كنيسة كماما يعني كبيرة، عيالها في حضنها برضو. إحنا مش بنفصلهم عن العالم، بس بنكونهم تكوين مسيحي قوي، يقدروا لما بيدخلوا الكليات ويعيشوا في جو أغلبه ضد المسيح، يبقوا ثابتين ويحافظوا على نفسهم روحيا وجسديا ونفسيا، ويبقوا هم نفسهم كارزين، مش يدوبوا في العالم ويتوهوا. فتربية الشاب الكارز من الصغر هي المناعة. يوسف كان مرمي في بلد بعيد عن أبوه، بس كان كارز لأنه مرتبط بالمسيح جدا، وكانت التحديات عنيفة جدا، إنما قدم المسيح الصح، قدم الروحانية الصح، وربنا رفعه جدا وبقى له رسالة في العالم كله. سؤال: في مشكلة في رمي الأحمال على ربنا، ربنا خد أعز أحبائي فجأة في شبابه، والضيقة دي لن تنتهي إلا بموتي، وإحنا بنحب ربنا وعايشين في مخافته. نشكر الله يا حبيبي، صحيح دي تجربة صعبة قوي، ربنا يسندكم ويقويكم ويخفف عنكم. الرجاء في السماء وفي الحياة الأبدية هو أكتر حاجة تريح القلب مع فقدان الغالين دايما. السماء مستنياك، وهناك لقاء الأحباء، كل اللي سافروا دول هيتلموا حوالين المسيح للأبد، والقعدة الحلوة دي هتدوم إلى الأبد. إنما رمي الحمل على ربنا فعلا بيحتاج إلى تواضع الأطفال وإلى إيمان. إلقي على الرب همك فهو يعولك، توكل على الرب كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد، سلم للرب طريقك فهو يجري. فالآيات الجميلة دي اللي فيها سلم، توكل، إلقي، احفظها وفكر فيها، وتخيل نفسك كل يوم بتعمل كده، بتنفض جيوبك ودماغك وقلبك كده وتحطه في إيد ربنا. شيل يا رب، شيل اللي فاضل من العمر، شيل استراليا كلها، شيلها يعني كده يعني، وخلي بالك من بيتي والعيالي والناس، وشيل الخدمة وشيل كله، هشيله لك، أنا أحب أعيش خفيف. خلاص وماله، ربنا ما بيقولش لأ، تعالوا يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. يبقى هيريحنا، هيشيل الأحمال دي كلها، شيلنا بقى الوصية والمحبة والصلاة، شيلته خفيف، نيري هين، حملي خفيف تجدوا راحة لنفوسكم. ربنا يديك الصبر والعزاء، ويديك اتكال وإيمان، ويديك قلب الأطفال الحلو لغاية ما نروح السما كلنا. أعمل إيه لو حاسة إني اخترت الزوج اللي مش مناسب؟ فكرتيني واحدة فوق 80 قريب بتقول لي: أبونا أنا اكتشفت اكتشاف مهم، إن أنا اخترت جوزي غلط. هي متجوزة من زيادة عن 50 سنة، تقريبا 60 سنة. قلت لها: اكتشفتي بعد 60 سنة اكتشفتي إنه الجوازة غلط؟ الكلام ده أحبائي، طبعا ما قصدتكيش أنت بالذات، أنا بس افتكرت بسؤالك موقف حصل قريب. يعني ايه اكتشفتي؟ لا، هو في وقت لما عريسك اتقدم لك، هو كان يمكن مناسب، وكان يمكن مرتبط بربنا. هو احنا سنين العمر بعد الجواز، ما هو الانسان ممكن يتغير، يتغير للافضل او يتغير للاسوأ. فوارد يكون الزوج اللي كان كويس فقبلتيه لانه كان كويس، هو الشيطان لعب بيه وشده. وجايز ان الزوجة من غير زعل تكون هي أحد أسباب إن جوزها بعد عن ربنا بشكل أو بآخر. في زوجات بتبقى سبب إن جوزها بقى عصبي، في زوجات بتبقى سبب إن جوزها بقى كتوم بزيادة من كتر ما الحوارات ممتعة يعني، في زوجات بتبقى بتخلي جوزها يعني تزقه لعلاقات وحش بطريقتها أحيانا. طبعا أنا مش بلوم الزوجات، لا، ما هو الراجل اللي هيمشي غلط أو هيسيب ايد ربنا هو مسؤول عن قراره مهما كانت الظروف. مش بلغي ان احيانا فعلا الاختيار يبقى غلط، يعني ممكن يبقى سؤالك مظبوط برضو، ان يكون يوم ما اخترتي زمان جوزك اخترتيه بمعايير بشرية،
أرضية، يعني قالوا لك ده إيه، ده معاه قرش كويس، أو ده ناجح، أو ده طلب هارت، أو ده ابن ناس كويس. أيوة بس فين ربنا في حياته؟ أهم مقياس ومعيار ساعات ما بنحطوش أولوية، فيبقى الاختيار غلط. يبقى يجوز في خطأ في الاختيار ويجوز في خطأ في الاستمرار. في نفس الوقت ما يمكن أنت اللي بالك بقى قصير ونفسك قصير وبقيت أنت اللي عصبي. كتير من اللي بيشكي من شريك حياته بيكون هو فيه عيب كبير ومش راضي يشوفه. فبرضه الشاطر اللي يفحص الموقف بحكمة لحسن يكون هو اللي متعب، ما هو المتعب دايما يقول اللي حواليا تعبني بس هو متعب، فيبقى بيحكم غلط لأنه مش راضي يشوف الخشبة اللي في عينه ومركز في القزة اللي في عين أخوه. لو اخترت الزوج اللي مش مناسب بيتضايق مني عشان أنا مختلفة عنه، اهتماماتنا مش واحدة، الزمن لو رجع لورا مش هيرجع لورا، هي بتقول كده طبعا الزمن مش هيرجع لورا، مش بيشدني للكنيسة ولا للصلاة. ما تحاولين انت تشديه وما تشدوش بالعافية، إنما في تعبير للقديس بطرس وكان متجوز، قال الرجالة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. ست الوديعة طيبة بجد، الحمولة بجد، بتعرف تكسب جوزها على المدى الطويل وتحافظ على بيتها مهما كان الحمل تقيل. فيبقى برضو عليك دور يمكن مش عارفة تعمليه، أنا برد عليها. لكن لو الزوج متعب طبعا الكلام ليك كراجل، خليك تاني حنين، حافظ على بيتك، راعي الست اللي ربنا اديها لك هدية في حياتك، لأن هتتسأل عليها قبل أي حد، وهتتسأل على كلام ربنا. أنت كنت حنين على مراتك، دي وصية في الإنجيل، كن حنونا عليك، الكنيسة قالت كده لكل راجل. لو مش حنين عليها دي هتتسأل عنها قدام ربنا قبل ما هتتسأل عن ولادك وبعدين شغلك وخدمتك وحياتك وكل. فلازم تخاف ربنا، تخاف من السؤال ده. انت كمان هتتسألي، انت كنت خاضعة له؟ انت كنت تقابليه بالبشاشة والترحاب، ولا زي ما الشباب عندنا يقول لك بالشباشب؟ بتقابليه ازاي؟ لو بتقابليه بنفسية راضية وابتسامة جميلة ودايما البيت حلو كده يعني مرحب بيه، يفرق. حتى لو طعبه صعب هيتصلح. أبونا أنا ما اعترفتش من سنين كتير الكاهن لشعوري إني ما عنديش حاجة أخبيها. طب بين ما عندكش حاجة ما تخبيها ما تروح تعترف، لدرجة بحكي لأصحابي ولا أخجل. أيوة بس أصحابك مش هيعرفوا يدوك الحل. هو الاعتراف مش مجرد انك انت جريء وبتحكي خطاياك للناس، هو الاعتراف انت واقف مع رجل الله، وكيل الله اللي بيندي الغفران وكيلا عن الله. ده كلام المسيح. هو صاحبك هيعرف يقول مغفورة لك خطاياك؟ صاحبك معهوش السلطة دي، مش كده؟ ثانيا صاحبك مين قال ان هيعرف يقول لك ازاي تبطل تغلط؟ ما هو يمكن ما يعرفش، ده ممكن يقول لك الغلطة دي يعني مش غلطة قوي ويلخبطك. الاعتراف يا أحبائي مش معناه بس شعور بالخجل من الكاهن، ده جزء صغير. الاعتراف أنا رايح لدكتور مخصوص شغلته يشيل المرض ويساعدني المرض ما يرجعش تاني. شغلة أبونا هو بيقربني من ربنا، بيعلمني طريق التقوى، بيخليني أمشي في السبيل، بيحط لي روشتة روحية، يعلمني أصلي وأقرأ وأخدم وأتناول، بيشد عليا في وقت وبيطبطب عليا في وقت. ده مش دور صاحبك حبيبي، هنا دور ابونا. دي نعمه، اعطيهم رعاة حسب قلبي، ده تعبير الكتاب. فما تحرمش نفسك من سر الاعتراف. ساعات ببقى مش عارف اقول ايه، بص روح لابونا هيسالك. لو مش عارف تقول حاجه اقول لك طريقه سهله للاعتراف. قول له بفكر في ايه ما يمشيش مع ربنا. اسأل نفسك، تلاقي نفسك بتسرح في حاجات كتيرة تمشيش مع ربنا. بتشوف ايه غير لائق؟ بتسمع ايه غير لائق؟ بص انا نازل من فوق لتحت كده. بتقول ايه؟ ودي بقى اقعد عندها شوية كده، هتلاقي نفسك بتقول كلام كتير ملوش لازمة وما كانش فيه غلط صريح. طيب ما هو ده لوحده والدماغ دي تطلع لك لست اعترافات. بعدين ندخل على القلب، تحس بايه بقى؟ في شهوات، رغبات وحشة، في كراهية، في عدم محبة، في ايه جوه؟ يبقى هنا ده شوية ده اعترافات وهنا في شوية اعترافات. حياتك بقى بتقضي يوم بتعمل ايه؟
بتخدم ربنا ولا بتخدم نفسك بس؟ عمال تاكل وتشرب سوري بس يعني، ولا جسدك ده كمان بتقدمه في صلوات واصوام ذبيحة لربنا؟ يبقى بدخل من دماغي على قلبي على جسدي. بعدين في سؤال مهم قوي، اللي حواليا ايه علاقتي بيهم؟ تبع لكلام الانجيل، بحبهم كلهم، بخدمهم كلهم، بصلي لهم كلهم، بحاول اشجعهم كلهم على السماء، ولا زعلان من ده وبتكلم على ده ومتخانق مع ده ومستني ده يخدمني؟ كده تبقى ماشي غلط خالص. فساعات الواحد يتهيأ له انه كويس لما يقرأ الانجيل كويس، تحط في المراية، يعمل انفستيجيشنز بقى زي البلاد تيست والكلام ده. ايه ده؟ ده فيه لخبطة كتير قوي. يعني انت عندك كبد، تعرف انزيمات الكبد مظبوطة ولا لا؟ انت لازم تعمل انفستيجيشن. طب ما هو لما بتقعد مع الانجيل وبتقعد مع اب اعترافك، بيحصل بقى الانفستيجيشن دي، بنكتشف انه لا ده كده خطر. فبلاش الواحد يتهيأ له انه طول ما ماشي على رجليه ما هي كويس كده كويس. اه بس الصحة غالية والصحة الروحية اغلى، فمحتاج الواحد يعمل تشيك اب مظبوط ويروح لابونا كل شوية. ممكن قدسك توضح للأزواج ما هو الزواج في المسيحية؟ انتم برضو ماسكين على الرجالة زيادة. الحقيقة يعني الرجالة والستات عاوزين يفهموا الزواج المسيحي، مش الرجالة بس. معظم الأزواج هدفها المتعة. هل الزواج يقرب الإنسان من الله أم من الهلاك الأبدي؟ جواز المسيحي أساسه مش المتعة، أساسه الحب. والحب في المسيحية غير الحب اللي في السينما والشارع. الحب في المسيحية عطاء، مسؤولية، تضحية، مش الحب أخذ. حب الأخذ ده اسمه طمع، اسمه مصلحة، اسمه شهوة. لكن الحب المسيحي بيعمل كده، الشخص بيحب عروسته، مستعد يديها حياته، يفرح يسعدها، هي كمان بتحبه بتديله حياتها. لكن مش هو بيحبها ياكلها، يعني بيستغلها بيبسط نفسه، لا بيبسط نفسه، ده اسمه مش حب، ده اسمه أنانية طبعا. حتى لو قال بحبك بس بيقولها عشان حاجة معينة، لا كده يبقى انت برضو ايه، نفسك هي اللي شغلك طول الوقت. عشان كده الحب مش بيبان في الجنس بس، ده تفكير غير بتاعنا خالص. ده الجنس ده على قمة الحب المسيحي بين الزوجين. الحب المسيحي الأساسي هو العمل المشترك والتضحية والتفاهم والصداقة والاحترام الآخر وخدمته والتعب معاه وكل المعاني الحلوة قوي دي اللي بعد كده تكمل بجسد واحد يتحد ببعضهم يعني. وده مفهوم عند الرجل والست المسيحية، لأن كمان الست المسيحية أحيانا تبقى دماغها برضو بتاعت الدنيا، عاوزة من جوزها فلوس وده اللي يهمها بس. طب استنى، ومين قال إن ده زواج مسيحي برضو؟ طريقة تفكيرك ما مش صح. أو مش عاوزة تقول حاضر خالص، أقولك ما أنا بفهم زي ما أنا متعلمة زي ده، حتى أنا بفهم أحسن منه. طب يبقى أنت بتكسري كلام الإنجيل بلغة العالم، انت عاملاها مؤسسه وفي صراع بين الشركاء اللي في المؤسسه، ده ملوش علاقه خالص بالفكر المسيحي. لو فهمنا كلام الانجيل صح هنعيش في سلام فعلا، والاتضاع يريح. الراجل المتواضع يحترم مراته جدا ويعمل لها حساب، لكن هو قائد البيت، والمراه تهاب رجلها بحب، اعمل له احترام وميت حساب وتتفاهم معاه، مش مذلوله مش عبده، دي شريكة حياته وراضية وفرحانة بيه، ولو نبهته هتنبهه بحكمة لأنها مسؤولة عن خلاصه برضه. صدقوني جواز المسيحي ده لوحده كرازة. لما الناس بتتفرج على كابل مسيحي مظبوط يقولوا إيه ده؟ ده حاجة مش موجودة في الدنيا، دي عيشة جميلة قوي. والعيال اللي طالعة مع كابل مسيحي مظبوط بيطلعوا بأقل مجهود حلوين، لأنه مجرد شايفين حب حقيقي واحترام وتفاهم وتضحية هيعرفوا يعني ايه يحبوا الناس ويخدموا ويحبوا ربنا قوي ويكرهوا الشر عادي، كل المبادئ بتطلع طبيعي. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. نكمل موضوعنا في الوحدانية. وساعات الواحد لما يفكر في الوحدانية، وحدة الأسرة، وحدة الخدمة، وحدة كنيسة، وحدة الكنايس كلها، تهيأ لنا القصة كلها حوارات
وآراء وقعدات و... إنما في كده خط بننساه، هو اللي بيربط الناس ببعض، ممكن يكون أقوى كتير من الحوارات اللي من النوع العقلاني ده. عشان كده عاوز أكلمكم عن كلمة كده قالها القديس بولس، مهمة قوي في الزمن ده ومهمة قوي في التقارب الروحي السليم اللي يحل مشاكل كتيرة قوي، واللي فعلا يوصلنا في يوم من الأيام للوحدة حسب قصد الله، هي بكاء مع الباكين. كلكم عارفين إن الحب ما يوصلش بس بكلمة حبيبي، والحب ممكن يوصل بنظرة عين، وممكن يوصل بلمسة إيد، الحب ممكن يوصل بموقف، الحب ممكن يوصل بهدية، الحب ممكن يوصل بتضحية كبيرة. إنما واحدة من الأهم أدوات الحب اللي استخدمها المسيح نفسه عشان يثبت لنا إنه بيحبنا قوي لما بكى يسوع. وانتوا عارفين انه منسوب البكاء للمسيح في 3 مواقف على الاقل، يعني موقفه من اخوات لعازر، بالرغم انه كانوا بيلوموه، وهو كان لو احنا زيه يعني في موقفه كنا دافعنا عن نفسنا، ما كانش بيدافع عن نفسه، انما بكى يسوع ودموعه كانت اجمل حب ممكن يتقدم في اللحظة دي، لأن البنات مهما كانوا بيلوموه بس هما بيحبوه. فالقصة مش قصة دفاع عن النفس، هي قصة تعاطف مطلوب قوي في اللحظة دي، رغم إدراك المسيح أنه لعازر هيقوم بعد دقايق. بكاءه على أورشليم ويمكن يكون اتكرر، لأنه ده بكاء حب حقيقي، أنه شايف ناس كتيرة هتبكي فكر من التأديبات والعقبات اللي جاية، فبكى بحقيقي عشان بيحب الناس دي قوي. البكاء الثالث هو ليلة صليبه، لأنه في الليلة دي بولس الرسول لما تأمل فيها قال قدم بصراخ ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقوى، غير الوصف اللي قالوه الإنجليين أنه كان عرقه يتصبب كقطرات من الدم. الليلة دي كان فيها تنهدات وصراخات ودموع وعرق، كل ده وده كله حبا لينا، لأنه اللي هيعذبوه ويبهدلوه دول البشر اللي بيحبوهم. إذا بكاء المسيح كان تعبير حب مفيش أعلى من كده. وعشان كده يا ريتكم تفتكروا دايما إن ربنا يسوع له المجد عموما الدموع عنده تفرق. يعني البكاء عنده حاجة غالية، ويمكن تكون أعلى في قيمتها من الكلمات. تذكروا كلكم في حادثة زيارة الست اللي بكت على رجلين المسيح، دموعها وبعدين شوية الحاجات بقى التحابيش التانية شعر راسها والطيب كانوا عنده أغلى كتير قوي من الاستضافة اللي عملها سمعان ومن الدوشة بتاعت الفريسيين. لا لا، الحكاية دي كانت فارقة معاها قوي، وعبر عنها بكلمة جميلة قوي، أحبت كثيرا. إذا ربنا يسوع بيبقى قاري القلب، فالقلب اللي بيطلع دموع سخنة ده أغلى كتير من كلام كتير ومن أعمال كتير ومن فلوس كتير، لا الدموع دي أقوى من أي حاجة. عشان كده في روميا 12 القديس بولس قال فرحا مع الفرحين بكاء مع الباكين. تعرفين طبعا مهما تكلمنا عن الوحدانية هي القصة قصة حب، احنا نتوحد ببعضينا كأسرة أو كخدام أو كل العلاقات الإنسانية تتقارب بالحب، فالفرح مع الفرحان والحزن مع الحزين ده حب. مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين بالأمور العالية، يعني مش قضية المنظر والبهرجة والفسحة والبرستيج والتايتلز، لا لا، ما تهتموش بالحاجات دي، مهتمين بعضكم لبعض، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتواضعين، فلا تكونوا حكماء عند أنفسكم. أول دموع أذكرها في الموضوع ده بالذات دموع أصدقاء أيوب. تعرفين أصدقاء أيوب دول تعبوه جدا، وقال لهم يا ريتكم تسكتوا، وسماهم أطباء بطالون، وقال عليهم معزون متعبون، إلا في كام يوم في الأول الجماعة دول جم شافوا منظره انفجروا في العياط.
موقف التلقائي ده كان هو اللي صبر أيوب، وكان ده أجمل تعبير عملوه الثلاثة الكبار دول، الباقي كله لخبطوه، لكن الموقف ده كان حلو. فيقول إنه أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصفر النعماتي لما جم يرثوا ليه رفعوا عيونهم ما عرفوهوش، يعني من كتر بقى بهدلة المرض والحزن اللي عنده، وبكوا ومزق كل واحد جبته. لما واحد بيحس اللي حواليه بيبكوا معاه ليها تأثير رائع جدا. صدقوني ساعات الواحد وهو بيبكي عاوز يقول صدقوني أنا موجوع، فزي اللي عاوز يقول لهم أنا مش بتدلع. فلما يلاقي حد بيبكي معاه بتبقى بالنسبة له يعني أنت حاسس بيا، يعني أنا مش بتدلع، يعني وجعي بجد، ما هو الدموع الآخر تؤكد أنه مصدقك. أذكر مرة واحد قال لي حاجة يعني عقدني بيها، بس يعني برضو علمتني درس. قال لي أنا منساش مرة كنت بعترف عند أبويا الروح، أبويا الروح راجل عظيم وراح السماء، قال لي وأنا بتكلم معاه لقيت دمعته نزلت. أنا عمري ما كرهت الخطية زي ما كرهتها في اللحظة دي. قال لي مجرد إنه بيبكي معايا، وقال أنا كنت بتوب بجد قدامه واخد بالي، ويمكن كنت ببكي مش فاكر، بس أنا فاكر كويس يعني إيه أبونا بيبكي لأني أنا بغلط. قال لي دي علمت عليا، خلتني كرهت الغلط، مستعد أعمل أي حاجة في الدنيا عشان ما يصحش إنه الرجل الطيب ده يتوجع بسببي. إذا بكاء مع الباكين دي حاجة جميلة قوي، ودي اللي ممكن تقرب العالم. عشان كده بفرح لما بلاقي ناس النهاردة بتصلي لأمريكا والإيطاليا والبلجيكا وللعالم طبعا أستراليا ومصر، لأن كل بيت بيتجرح بواحد وقع في المرض أو خلص عمره، مش فيه أمهات ومش فيه أولاد لأبهات ومش فيه زوجات ومش فيه أصدقاء، الناس موجوعة بجد. فلما بنبكي معاهم كده العالم بيتقارب. الكورونا دي بتعمل معجزة ما يقدرش أي وعظ في الدنيا يعمل ربعها، لأنها بتخلي الناس تبكي مع بعض، كلنا بنبكي مع بعضينا على هم ووجع قلب بيصيبنا كلنا فقير وغني في كل بلاد العالم ملهاش كبير. إذا الحكاية قربتنا لبعض، حطت هم مشترك، حطت عدو مشترك، بس الحقيقة العدو ما كانش هو، العدو كان الأنانية والفردية والكبرياء والطمع، هو ده العدو الحقيقي. إنما كتر خيرها برضو المأساة دي إنها خلتنا نبكي مع بعضينا. مثل آخر يا أحبائي ذكر في أرميا النبي وعادوا متى، القديس متى في إنجيله لما حصل مذبحة بيت لحم. طبعا دول كلهم أطفال، وهيرودس المفتري مجنون يعني تخلص من أطفال بيت لحم خوفا من هذا الطفل الغريب اللي ما شافوش اللي هيبقى ملك اليهود. الشيطان بقى يعني بيحركه، وربنا سمح بمأساة. شوفوا كام عيلة في بيت لحم يا عيني، طفلهم اللي ما كملش سنتين يموت على صدر أمه، يعني حاجة مزعجة جدا. أما القديس متى بحكمة الروح القدس استعار من الوحي من أرميا اللي اتكلم قبلها بستمائة سنة بالروح القدس، وقال جملة غريبة قوي ما كانش حد فاهمها. قال رحيل بتبكي، يا عم رحيل دي ماتت وشبعت موت، رحيل دي قبلك يا أرميا بألف سنة تقريبا أو 850-900 سنة، رحيل دي مرات يعقوب، بس رحيل ماتت بدري وهي بتولد بنيامين، ماتت في الحتة اللي جنب بيت لحم، قبر رحيل جنب بيت لحم في طريق الأفراتة ده الحتة دي. فيعيني كل الأهالي زي اللي تعزوا بأن ستهم جدتهم الكبيرة رحيل اللي هي تعتبر مرات إسرائيل فأمهم كلهم، قال رحيل بتبكي في قبرها. صوت سمع في الرامة، الرامة دي المنطقة اللي جنب بيت لحم، نوح وبكاء وعويل كثير. وكأن اليهودي الطيب اللي اتجرح في ولده ده، الست الغلبانة الطيبة دي، حاسة ان امنا رحيل اللي مدفونة بتعيط معاه. قال نوح وبكاء وعويل كثير، لانه طبعا صراخ طالع من القرية كلها.
راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. يعني العيال راحت كلها بتوع السنتين دول، فراحيل بتبكي. تصوروا الإنسان يشعر أن أمنا العذراء بتبكي معاه. مرة واحدة يعني برضو فقدت ابنها، قالت لي اللي معزيني طول الوقت عندي صورة للعذراء ودمعتها على خدها، واقعد اقول لها انت الوحيدة اللي حاسة بيا. فقالت لي دموع العذراء معزياني، انا حاسة انها بتبكي معايا فمصبراني ومفرحاني، وهي كأم حاسة بيا، فانا قلبي بيبرد وانا بصلها رغم ان وجعي لا يمكن حد يعرف يعبر عنه. بصوا البكاء بيعمل ايه، أمنا العذراء بتحس بينا. إذا كانت رحيل حاسة بعيالها بعد 900 سنة، لأن دول برضو ولادها يعني، فكم أمنا العذراء أم كل حي تحس بينا. في بكاء من أنواع كتيرة، بس في بكاءات كده يعني ملهاش لازمة. بكاء مثلا زي الخسارة، خسارة فلوس ما تستاهلش صدقني دموعك، لكن خسارة زواج يعني علاقة ما نجحتش دي تستاهل البكاء. لما بيحصل أي انفصال صدقوني الكنيسة بتبكي. ليه؟ اللي وقفوا قدام المسبح دول وقفوا عشان يبقوا جسد واحد. ربنا فرحنا بوحدانية، بمعجزة وحدة. ليه الشيطان يكسب الجولة؟ ليه يحصل انفصال؟ ليه يحصل طلاق؟ هما يمكن ما يبكوش بس أمهم الكنيسة بتبكي عليهم، والقديسين بيبكوا لأنه ما كانش المفروض نوصل لكده. ففي ناس بتبكوا، ويمكن أهاليهم بيبكوا لأنه كانوا يتمنوا لأولادهم إن المركب تمشي، إن الجوازة دي كانت حسب إرادة الله ما وقفوا قدام المذبح. خسارة الأولاد في الانحراف، لما حد من عيالنا بيقع في الإدمان في دموع من الكنيسة، ويمكن هو مش بيبكي قد ما بنبكي عليه، بس الدموع دي غالية عند ربنا، ويمكن الدموع دي هي اللي ترجعه في يوم من الأيام زي ما أمه وأغسطينوس فضل تبكي عليه وهو في الآخر اللي بكى. بكى في التوبة، بس قبل ما يبكي في توبته كانت أمه 20 سنة بتبكي عليه، لكن دموعها الغالية رجعت هذا الشاب اللي قال لها القديس أمبروسيوس لا يمكن أن يهلك ابن هذه الدموع. دموع الفراق عموما اللي احترمها المسيح جدا، لما مريم ومارثا بكوا على لعازر الفراق صعب، فاحنا بنحترم دموع الحزانة على ناس بيسافروا السماء، نقدرش نقول لهم اسكتوا. المسيح ما قالش لأم ابن أرملة نايين الأرملة الغلبانة اللي ودعت ابنها اسكتي، إنما قال لها بحنية ما تبكيش، وقوم ابنها عشان يوقف دموعها، لأنه كان المسيح طبعا حنين ودموعه سابقاه، فتعاطفا معاها عمل اللي هيعمله معانا كلنا، لأن ما تبكيش دي ما تكفيناش يا رب. ما تبكيش ازاي؟ طب واللي راح مننا؟ لا ما تبكيش، هقومه. هتقومه كده نبكيش، عشان كده البكاء يتوقف بالقيامة. عشان كده سفر الرؤيا يقول لا يكون بكاء فيما بعد، لأنه لا يكون موت فيما بعد. فيبقى احنا كل الدموع تتمسح على باب السماء، يمسح الله كل دمع من عيونهم، لأن البكاء ده بتاع النهاردة بس. في بكاء ساعات يبقى مرتبط بالوجع، وجع جسدي يبكي، وحتى ده ربنا على فكرة بيحس بيه جدا، لأنه وعد أنه يتألم مع المتألمين فيما هو قد تألم مجربا. هي المسامير دي سهلة، هي الجلدات دي سهلة، هي الشوك ده سهل، ده الموت أسهل. فربنا يسوع تألم بشدة عشان يشعر بآلام المتألمين. الوجع النفسي ساعات يبقى أصعب من الوجع الجسدي، وبعضكم عارف كده كويس، وجع القهر، وجع الظلم، وجع الوحدة الشديد، وجع الفشل. في أوجاع معينة بتبقى مرة أصعب من نقح العظم ومن الصداع ومن المغص ومن أوجاع كتيرة قوي. وجع المادة لما تكون أم حاسة إنها الدنيا ضاقت عليها مش لاقية أكل العيال، ده مرار أصعب من حاجات كتيرة قوي، وفي شعبنا في ناس بتوصل لكده في الوقت اللي في ناس مش حاسة. عشان كده أحد معاني الوحدانية ما يبقاش في غني وفقير أبدا في جسد المسيح، لا يليق أبدا واحد يرمي الأكل وواحد مش لاقي يأكل، ما يبقوش أعضاء في جسد واحد أبدا. وربنا يسوع له المجد مصر إن كل العالم يحس ببعضه والغني يحس بالفقير. وأنا بدرس في موضوع الكورونا ده، نبهوني ولادي الحاجة
انا يعني اكتشفت ان احنا ملهيين قوي بفيروس الكورونا، واحنا عندنا بليجز تانية من بدري ما حدش دريان بيها. في اكتر من 20,000 طفل بيموتوا يوميا من الفقر، في اكتر من 1,000,000 بني ادم بيموتوا من قلة الاكل سنويا. هو ده ايه ده؟ ده وباء بس مش منتبهين له. طبعا في هيئات مركزة وفي حاجات حلوة، بس فين العالم اللي بيصرف مليارات على الرفاهية وسايب الناس دي كلها تموت من الجوع؟ فين الوحدانية اللي قصدها المسيح؟ لسه في الغني والعازر بعد ما المسيح اللي مصدر كل غنى عاش فقير ولم العالم كله في حضنه، يفضل لسه في غني بهذه الأنانية ويفضل في العازر بيموت من المرض والجوع؟ طب العالم بعد الكورونا هيرجع للأنانية دي تاني، ولا هينتبهوا إن في كورونا من نوع آخر لازم يفكروا فيها؟ نفسي نبكي مع الفقر، 80% من العالم فقراء ونصهم بيوصل للموت بسبب الفقر. صدقوني في أفريقيا وآسيا اللي احنا مهمومين بالكرازة فيها، في شعوب ما تلاقيش دولار عشان تشتري دواء. دولار اللي بنرميه أحيانا في كلام بسيط، وبسبب الدولار بيموت الصغير وبيموت الفقير وبيدفن دفن كده كأنه حيوان ومحدش معتني ومحدش حطه كرقم في التاريخ. في كتير قوي من البشر بيتعاملوا بالجملة كأرقام، لكن في ناس أصلها سعرها غالي قوي. الطبقية دي كلها ضد الوحدانية طبعا، بس بكاء مع الباكين. السما كلها بتبكي على النظام الطبقي اللي في العالم ده اللي المسيح قصد يكسره بأنه عاش عيشة الفقراء وهو إله الكل، وكنيستنا كانت طول عمرها فقيرة، والجيل الأول كنيسة كانت الفلوس تحت رجليهم، كلهم فضلوا محتفظين بالنسك والزهد عشان يبكوا مع الباكين. القديس يعقوب بيقول إيه؟ الديانة الطاهرة النقية عند الله الأب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم. على فكرة فرصتنا إن احنا نعيد حساباتنا، ثروتنا الحقيقية في الأرامل والأيتام اللي ممكن يشفعوا فينا قدام ربنا. فبيقول هي دي التدين الحقيقي قدام ربنا، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. في بكاء من نوع آخر زي بكاء الهزيمة، وده برضو له أشكال كتير. أنا بناقش موضوع الدموع عموما لأن في دموع غالية قوي كأنك بتقدم فعلا يعني جواهر قدام ربنا، وفي دموع أرخص شوية. من الدموع الغالية جدا لما إنسان يتهزم قدام خطية ويبكي. صدقوني الدمعة دي اللي اتقال عنها في سفر النشيد، حولي عنك عيناك لأنهما قد غلبتاني. لما واحد يبقى واقع في خطية صعبة لكن يبكي بجد بمرارة، ربنا ما بيشوفش الخطية في اللحظة دي، بطمنكم. ربنا بيبقى هياخده في حضنه بسرعة. لابن الضال اللي أكيد كان صوته بيرعش منه وهو بيقول له أخطأت، أنا أجرمت في السماء وقدامك، وغالبا دموعه كانت على خده، أبوه جاري عليه وحضنه، لأن ربنا ما بيقدرش يقاوم المشاعر النقية بتاعت التوبة. الست اللي جاية تبكي دي ما كانتش ناوية تبكي، هي انفجرت في الدموع لأنه هي وجع قلبها على نفسها، هي مهزومة من زنا، ومع كده ربنا احترمها جدا ورحب بيها جدا ومركزش خالص في الخطايا اللي اتعملت، فرحب بيها قوي، أكرمها أعلى إكرام. والسامرية نفس الكلام، ليه الدموع دي غالية حتى لو كانت هزيمة؟ يعني هي اتهزمت من الشيطان بس الوقت داست على راسه. بس في دموع من نوع آخر شبه كده، في بنات مثلا بتتهزم عاطفيا، والبنات دول بيصعبوا عليا قوي كأب إن ولد يعلقهم كده ويلعب بمشاعرهم، وبنات قلبها أبيض وتفتكر بقى إنه ده حلم حياتها وإنه هيبقى عريس حلو وبعدين يرميها أو يغير رأيه أو يعني يشوف واحدة تاني، ومش فارق معاه بقى القهرة اللي البنية دي وقعت فيها. وبناتنا الطيبين دول يفضلوا متعذبين بالشهور، ويمكن واحدة منهم تقول لك مش قادرة، مش قادرة أفتح قلبي لحد تاني، مش عارفة أطلع، بقى لي سنة مش عارفة أطلع من الحفرة دي. حتى لو ما كانش في غلط لكن قلبها اتجرح. الدموع دي غالية عند ربنا ليه؟ لأن دي بنته اللي اتلعب بمشاعرها. عشان كده الكتاب حذرنا، القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، ما
ما تدوش قلبكم بسرعة في علاقات عاطفية يبقى تمنها غالي قوي. ساعات فشل دراسي، واحد يتظلم في الكلية أو يتعثر لأي سبب، محدش من زمايله واخد باله يعني إيه اتأخر في الدراسة. أذكر واحد من ولادي زمان قوي كان في كلية الطب، وبعدين هو شاطر، بعدين حصل ظروف ف يعني جاب ملحقين، وعندنا نظام حاجة اسمها ملحق لو انتوا نسيتوا يعني، فامتحن الملحقين نجح في واحد سقط في واحد، كده هيتأخر سنة عن زمايله. دي في كلية الطب بقى ايه يعني صعبة، لأن بيبصوا لبعض والدفعة بتطلع مع بعض وصحاب في بعض. وأنا أذكر هذا الدكتور، ده دكتور ناجح قوي دلوقتي يعني، إنه يعني كان يجي لي كل كام يوم وتعبان نفسيا جدا، لأن هو شاطر بتاع ربنا والهزة دي قاسية عليه ودموعه أنا ما انساهاش. قلت له حبيبي إيه رأيك؟ بص السنة دي فاضية شوية، تعالى نبتدي نخدم. ابتدى يخدم في ملاجئ ويذاكر العيال في الملاجئ. بعد كام شهر قال لي على فكرة أنا قابل اللي حصل عشان العيال دي، أنا لقيت لحياتي معنى ما كنتش شايفه، وأنا بشكر ربنا على اللي حصل، رغم إن أنا يعني اتعاميت بك واتذليت، لكن دلوقتي أنا شايف قيمة للي بيحصل. النهارده دكتور وناجح وعنده عيال كبار ويمكن عياله بقوا دكاترة، إنما هو ما ينساش إن اليومين اللي كلهم دموع دول كانوا ثروة ليه، بس كان محتاج حد يحس بوجعه ما يستقلش بيه ويقول له يا عم ملحق، ما الناس كلها بتملحق يعني، كلام بقى اللي يوجع ده اللي ملوش لازمة. ساعات واحد يفشل في وظيفة دي قاسية برضه، لأنه احنا ساعات بنفتكر انه عادي واحد ينطرد من شغله، لا، هو لو واحد في بداية شغله وما أثبتش نفسه دي بتبقى كسرة قلب صعبة ودموعه غالية. أحيانا اللي حواليه ما يحسوش انه بالوجع اللي هو فيه ده، تهز هزة كبيرة قوي لأنه داخل بحماس وعاوز يثبت نفسه، وبعدين استغنوا عنه ولا حد بقى دخل زقه واداله كتف. كل الدموع دي على فكرة ربنا حاسس بيها، وبيبقى عاوز يقول لأولاده أولادي حاسس بيكم صدقوني وسامح لكم بده عشان هتسندوا غيركم بكرة. يوسف ده مش اتذل واتظلم كتير وربنا كان قريب منه، يوسف ياما سند ناس بعد كده. لكن نفسي نتعلم بكاء مع الباكين، لما يكون عندنا واحد عنده شكوى ما نستقلش بشكوته، لأن شكوته حقيقية صادقة. مش معنى انك انت عديت على مرار من نوع آخر ان الشكوى دي يعني رخيصة، لا لا، تأكد ان اللي بيشكي والدموع في عينيه بيبص في عينيك، لأنك لو استقليت بدموعه انت زودت وجعه، لأن هو محتاج اللي يبكي معاه، مش محتاج حل، هو يعني مش مخه عطلان عشان يشوف الحل، هو محتاج بكاء مع الباكين. الفشل الروحي زي ما حكيت، انه في واحد ساعات يتعثر في الخدمة فيحس انه فاشل حتى في خدمته، دي بتوجع وممكن تترجم عند بعض الناس يبقى ربنا مش عاوزني، انا خادم فاشل. لا حبيبي مفيش خادم فاشل، وفي اكتر من بطرس الرسول الخادم العظيم اللي انكر وربنا اصر يرجعه، أتحبوني أرعى خرافي 3 مرات مش هتنازل عنك. طب أنا فشلت، مفيش حاجة اسمها فشل، ما عندناش الكلام ده، أنت مش بتحبني هتشتغل مهما كانت الظروف. ربنا يسوع اللي حب بطرس قوي وقدر دموعه لأنه بكى بكاء مرا، دموع البطرس غالية على المسيح جدا. ويعتقد بعض آباء الكنيسة أنه قبله يوم الحد الفجر لوحده عشان يبكي معاه، عشان كده اللقاء اللي على بحر طبرية ده ما كانش فيه دموع، بس الدموع طلعت بدري وطلعت مكتومة بقى بين بطرس اللي بكى في حضن المسيح، وغالبا المسيح بكى معاه وهو بيقول له خلاص يا حبيبي ما حصلش حاجة، انا عارف انك بتحبني. بعدها تقريبا بأسبوعين وبطرس لسه كسرة جواه قدام كل التلاميذ، بتحبني؟ بحبك. خلاص قدام كل الناس ارعى خرافي، انت رسول وانا قلت انت رسول وهتكمل رسول مهما حصل مهما غلط، حتى لو انكرتني وحلفت ولعنت انا نسيت الكلام ده، الكلام ده كأنه ما حصلش. ليه نبكي مع الباكين؟ اول حاجة الكلام ساعات للباكين يتعب، افتكروا القاعدة دي، في ناس عاوزة تساعد ناس بتبكي بس للأسف زي حالاتي انا بغلط دي،
يستعجل يتكلم، اللي قدامك مش عاوز كلام، عاوزك تسمعه بس، ولو تقدر تعيط معاه يبقى كويس. لكن احيانا اي كلام ممكن يكون زي اللي بيحط خل على جرح بتولعه، اي كلام حتى لو قلت كلام روحي وعظي ممكن يكون مش مستحمل. فلو انت حكيم وبتحب بصدق احترم الوجع واسكت شوية، لأنه ممكن يكون صمتك مع تأثرك الحقيقي الصادق أغلى من أي كلام. لما قال لهم أيوب معزون متعبون كلكم، كمان احنا ساعات نستعجل. طب يا حبيبي أقول لك تعمل إيه؟ يا أبونا ولا يا أخونا؟ مش عاوز تقول له تعمل إيه دلوقتي، استنى لما يسألك طب قول لي أعمل إيه، ممكن تتكلم. وأحيانا أفضل ما تتكلم قول له طب تفكر ممكن يحصل إيه؟ تقترح أنت نعمل إيه؟ يمكن هو اللي يقول أحسن ما أنت تقول. كمان عملية النصايح المستمرة والروشتات الجاهزة والكلام النظري اللي كتير ما بيتقال ده، وشد حيلك دي اللي محدش عارف يشدها دي، ده كلام ساعات يبقى مستفز ويغيظ وما يريحش حد، لكن الدموع لازم بتريح. كمان الدموع أقوى لأنها غالبا تعبير صادق عن الشركة. عشان كده اللي بيقدر يتعاطف بجد وفي صمت حضوره أغلى من أي حد. مرة بعزي ست في جوزها كده قالت لي عاوز أقول لك يا بونا، من كل الخدام اللي جم وقفوا معايا في جوزي فلانة. قلت لها اشمعنى؟ قالت لي فلانة ما نطقتش بكلمة، جات لي كل يوم، وقفت معايا في المطبخ، بتقعد معايا بالساعات، كل اللي تقوله أعمل لك إيه تاني؟ تحبي أساعد في إيه؟ لكن لا بتتكلم في الموضوع ولا بتوعظ ولا بتعمل حاجة، بس هي بتحبني بجد، وباين على وشها إنها بالعافية كانت مدموعة، وأنا حاسة إنها أكتر واحدة صادقة، بس دي بالذات ما نطقتش، أسبوع كامل بتجيلي. هي دي اللي طلعتني من اللي أنا فيه. بس بقى الناس بتعرف تقيس الحب الصادق، لأنه كلام للأسف سهل لكن مش دايما عندنا حب صادق. البكاء بيعمل حاجة كده غريبة في الجرح النفسي، بيعمل سودينج إفكت. عارف لما تحط زيت، اللي هي بداية المراهم والكريمات، كانت زمان زيوت زي بتاعت السمير الصالح اللي حط زيت على الجرح، بيخدر. يمكن ما بيعالجش المشكلة بس الوجع النقح الجامد ده بيتخدر بدمعة العين. فده تأثير غريب وعجيب، لأنه بيطلع من قلب فيه حب، وطبعا ربنا هو مصدر كل حب صادق. إزاي الواحد يبكي؟ عشان تبكي صح من النوع الخدمة المطلوبة دي، ابكي وانت بتسمع. يعني ايه؟ استمع استماع جيد وتفاعل. يمكن سمعتوا عن حاجة اسمها الاكتف ليسنينج والامباثيك ليسنينج، ويقول لك في استماع ايه سيلكتيف، يعني بتسمع الكلام اللي على مزاجك، وفي استماع معاه يعني نوع من التجاهل، يعني اتكلم انا مش مركز معاك. استماع الصادق يقول استماع بالكيان كله، عينيك وودانك وقلبك واللي معاك بيحكي، حاسس انك انت دخلت قلبه. ده بيعمل تأثير رائع جدا. فالاستماع الجيد بداية الوصول لبكاء مع الباكي، ودي في حد ذاتها خدمة، وخدمة مهمة أوي. أهالينا الكبار يا جماعة بيبقوا عاوزين اللي يسمعهم، بس للأسف احنا مش فاضيين لهم. الصغيرين عاوزين اللي يسمعهم، المجروحين في العالم كله عاوزين اللي يسمعهم. مين يسمع ده كله؟ بنضطر نقول لهم كلموا ربنا. اللي بيسمع يا عيني على طول الخط، مش ممكن كلمة تتقال ربنا ما يسمعهاش. طب ليه ما نتشبهش بربنا ونبقى سميعة شوية من النوع اللي فيه حب حقيقي؟ كمان مع الاستماع بلاش العقلانية الزيادة. يعني للأسف احنا كرجالة بالذات دماغنا سبقانا شوية، فقال يعني بنسمع واللوجيك بيحركنا، فممكن نحاول نهون على اللي قدامنا بتحليلات عقلية فيتغاظ أكتر، تتسد نفسه،
يقفل، انت هتدافع عن نفسك؟ مين قال ان انا جاي اتهمك؟ هو انت هتدافع عن غيرك؟ طب انا صعبان عليا لكن بحبهم. انت مش فاهمني خالص، انت دماغك بتتكلم، انا عاوز كنت قلبك. انا كان نفسي حد بالبلدي يعني ياخدني في حضنه، ابكي في حضنه، مش دماغ كمبيوتر احط مشكلتي يطلع لي حل. انا مش عاوز كمبيوتر، ما انا عندي كمبيوتر. ففكرة الحب التعاطفي الحقيقي ده، طبعا الحضن ده لازم يبقى نقي، ولازم يبقى من شخص صادق في محبته، اب وام بجد يعني. لكن هو ده اللي بيوصل السلام، وهو ده اللي يدخل كل مجتمع الكنيسة في وحدانية حقيقية. طبعا مش هوصيكم المقاطعة تبوظ الدنيا، واحد يقاطع اللي بيتكلم. الأمور المستفزة جدا إنك يكون شخص متألم تحطه في مقارنة مع حد، لأنه ينفع تقول واحدة فقدت ابنها عادي، ما في ناس كتيرة، أنت بتعمل إيه؟ هي مش شايفة في الدنيا خلاص غير ابنها، فما فيش مجال خالص إنك تحطها في مقارنة مع حد. هو الوجع اللي جواها ده لا يفسر ولا يقارن بأي وجع، فما فيش مجال إنك تصبرها لمجرد إنك تحطها في مقارنات. ده أسلوب ممكن يوجع أكتر ما يريح، إلا لو كنت أنت اللي بتعزي. دقت ده وأنت بتسمع. وأنا أذكر مرة ما انساهاش، واحدة من الخادمات فقدت طفلتها فجأة، فلقيت خادمة كبيرة بتقول لي: أبونا هاجي معاك. اشمعنى؟ قالت لي: أنت ما تعرفش، أنا من 20 سنة فقدت ابني، وكان في سن الطفلة اللي راحت، فأظن إن أنا ليا دور. قلت لها: تعالي معايا. أنا ما اتكلمتش، وفعلا كانت القعدة دموع في بعض، بس إيه، حصل حاجة كده معرفش إيه شكلها ووصفها إزاي، بين الصداقة الجديدة اللي اتكونت بين اتنين عاشوا نفس الوجع، قدروا يتحدوا ببعض ويطلعوا بره الألم، وخادمات على أعلى مستوى. لكن أنا معرفش أعمل الدور ده خالص. إذن هنا في حاجة مهمة قوي لو عرفنا نعملها أكيد هتريح الناس كتير. مع أي طفل بيبكي أهم من أي جملة الحضن الأول. لما التلاميذ انتهروا العيال، يجوز عيل عيط، ربنا يسوع ما كلامش، مش وقت كلام، على طول عمل كده. وجوه هم جوه حضنه بقى ايه، يقعد يداوي براحته، بس جوه الحضن الاول. طفل حين يبكي ينتظر الحضن. وفي ناس كتيره اطفال، مش اطفال بس، وبالتالي مستنيين هذا الحضن الابوي الصادق النقي جدا، اللي بيدي الامان وبيدي احساس حاسس بيك يا حبيبي. الاب مع الابن الضال، ده بقى اللقطه دي او اللحظه دي رصيد للعمر كله، بأغلى من أي كلام ممكن يتقال. كوباية المية ممكن تفرق في لحظات الوجع ده. الصلاة المشتركة، أحيانا في شخص من وجعه يبقى مش قادر يصلي، لو واحد قال له تحب نصلي، تحب نصلي. أذكر الله ينيح روح أبونا أنطونيوس أمين، كنت بزوره في أيامه الأخيرة، فقلت له: أبونا تحب أصلي معاك مزامير؟ طبعا هو على السرير يعني، قال لي صلي. وما انساش طبعا اللحظات دي وانا قاعد جنب السرير بتاعه بصلي معاه مزامير، بس حسيت ان ده الحاجة الوحيدة اللي عارف اعملها مع ابويا. فرقة معاه وفرقة معايا بدرجة، ولما لقيته هيتعب قلت له: كفاية يا ابونا. قال لي: كفاية. لكن ما هو الصلاة المشتركة زي الدموع المشترك، لانه بنقول يا رب ملناش غيرك، فانت ايه، تعامل مع الوجع، لانه في وجع مشترك بس ايه، مختلف في شكله أو في جوهره. ما تستخفش بأي معاناة، لأنه معاناة اللي قدامك في حياته الشخصية هي أكبر معاناة، حتى لو كانت بالنسبة لك مختلفة خالص في الدرجة. ودي غلطة أصحاب أيوب اللي عاوزين يقولوا له إيه، يعني عيالك أشرار دفعوا ثمن شرهم، مالك مكبر مكبر الموضوع إزاي؟ ده انتوا بوظتوا الدنيا. كمان عيالي اللي ماتوا طلعوا اشرار، يعني ايه ده المنطق المؤذي اللي اتكلموا بيه ده؟ لكن
لما كانوا بيبكوا كانوا مريحين. أرجوكوا كمان وأنت بتبكي مع الباكي ما توعدش باللي ما تقدرش تعمله، لأنه أحيانا تعاطفا نبقى عاوزين نقول كلام ما نقدرش. خلي بالكوا المجروح قوي برضه بيتعلق، فهيتعلق بوعد والوعد يطلع في شنك انت بتوجعه تاني. حاسب، كلم بحساب، قول وعود ربنا، ربنا قد وعوده بس انا مش قد وعودي. فما توعدش بدورك، لو سمحت دورك ضعيف، لكن دور ربنا مش ضعيف، فربنا بيعرف يوعد وما بيخلفش. فلو قلت له ربنا يعزيك، ربنا هيقف معاك، ربنا هيسندك، ربنا مش هيسيبك، ربنا هيهون عليك، بدل حطيت ربنا في جملة مفيدة ماشي، لكن أنا مش هسيبك وبعدين تسيبه بعد يومين ثلاثة، يعني بتدوس على الجرح بقى وبعدين تخليه يشك في كل الناس اللي قالوا له إيه مش هسيبك، ده كان ما كنتش قدها الحتة دي. أرجوكم ما تحطوش حلول مادية مع ناس مجروحة نفسيا، لأنه دي مؤذية قوي. في ناس وجعها لا يعبر عنه، ومش الحل خالص الفلوس، لكن الحكمة انك تميز انه الفلوس مفيدة لشخص محتاجها بجد، لكن لو دخلتها في لحظة والجرح نفسي انت بتدوس على الجرح مش بتريحه. فلازم تبقى واعي جدا ان الحل المادي السهل الرخيص اللي عند ناس كتير ده مؤذي بالنسبة لناس كتيرة مجروحة، ده ما بيريحش ناس كتيرة قوي. كمان ما تتبرعش وتحكي مشاكلك، لأنه يمكن مشاكلك حتة تاني خالص غير بتاعته. فعاوزة حكمة، لو فعلا دقت من نفس المرار تبقى يمكن ينطبق عليك بدرجة فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، لكن أحيانا تبقى بتحكي يبقى عاوز يقولك انت فين وانا فين، انت مشكلتك يعني ولا حاجة جنب اللي انا فيه. فانت كده استفزيته ما ريحتوش، لانك معرفش تبكي معاه، لكن زي اللي ايه تعال احكي لك بقى عن نفسي وده وقته، انت يعني مين قالك ان ده هيريحه. التشجيع والحب الحقيقي النقي والصلاة والتواجد والبكاء دي ادواتنا في ان احنا نسند المجربين، وده مجال الوحدانية الحقيقية ان احنا نقرب من الناس. القديس بولس يقول كلمة جميلة قوي، افتكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين في الجسد كأنكم انتم ايضا، يعني اذكروهم كأنه اللي هم فيه انتوا فيه بالظبط. لما الشخص بيحس انك حطيت نفسك مطرحه بجد ساعتها قلبه بيهدى. ربنا يدينا حكمة نسند بعضينا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.